الدنيا دار الغرباء وموطن الأشقياء. ألا وإن اليوم المضمار، وغدا السباق، والسبقة الجنة، والغاية النار. إن الدنيا دار فجائع، من عوجل فيها فجع بنفسه، ومن أمهل فيها فجع بأحبته. الصبر رأس الإيمان، والصبر ثمرة اليقين. المصيبة بالصبر أعظم المصائب. القلب خازن اللسان، القلب مصحف الفكر، القلب ينبوع الحكمة، والأذن مغيطها. إن الدنيا عيشها قصير، وخيرها يسير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية. إن الدنيا دار أولها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب. من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن. المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، إن قاتل قاتل بجنان، وإن نطق نطق ببيان. إن الدنيا تدني الآجال، وتباعد الآمال، وتبيد الرجال، وتغير الأحوال. من غلبها غلبته، ومن صارعها صرعته، ومن عصاها أطعت، ومن تركها أتت. إن الدنيا دار منهالها الفناء، ولأهلها منها الجلاء، وهي حلوة خضرة، قد عجلت للطالب، والتبست بقلب الناظر. فارتحلوا عنها بأحسن ما يحضركم من الزاد، ولا تسألوا فيها إلا الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. الصبر أعون شيء على الدهر، الصبر أول لوازم الإتقان، الصبر أفضل سجية، والعلم أشرف حلية وعطية. الصبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه، ويكظم ما يغضبه. الصبر أحسن حلل الإيمان، وأشرف خلائق الإحسان. أين القلوب التي وهبت لله، وعوقدت على طاعة الله؟